السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي قناة أمريم. اليوم ان شاء الله غادي تحضروا معايا كلاص بالبنان. كيجي منكه بالبنان وزوين بزاف. عندي هنا في المكونات عندي الكريمة، وعندي هنايا معلقه كبيره عامره ديال السكر سنيده. ممكن لكم ديروا حتى جوج معالق على حسب الذوق ديالكم، واش كتبغيو الكلاسي يكون حلو يعني بزاف اولا ناقص في الحلاوه. عندي هنايا دانون ديال البنان، وهنا عندي بنانه واحده، وربعة القطع ديال الشوكولاط كما شفتوا. مكونات سهله بسيطه بزاف. هنا اول حاجه غادي ندير، غادي نطرب هاد الكريمه مع السكر سنيده. وإلا كان عندكم كريمه يعني حلوه بحال غلاله كتكون يعني حلوه بلا ما ديروا فيها السكر، غتخدموها مباشره. هاد الكريمه يعني كتكون مسوسه، انا داكشي علاش كنزيد فيها السكر. وهاد الكلاص راه يعني كيتخدم غير بالكريمه، ما كنحتاجوش نهائيا الحليب، كريمه سائله صافي. دابا غادي نطربها يعني ماشي تقال، غير تشد راسها شويه، وغادي نحبس التراب. يمكن لكم ديروها غير التراب اليدوي، ماشي ضروري التراب الكهربائي، تخدموها غير بايديكم، لان ما بغيناش حنايا طالعه يعني 100%. غير شويه، انا غنوريكم القوام كيفاش داير. هنا غادي ناخذ البنان وغادي نديرو في الطحانه او المونينيكس. ممكن ديروا حتى جوج ثلاثه على حسب داكشي اللي عندكم. والنكهه اللي يعني بغيتو تكون قويه غادي تكثروا البنان. وغادي ناخذ طانون اولا، ولا بغيتو ديروا اي نكهه، مثلا بغيتو ديروا الفريز اولا اي حاجه ديال الديسير، غادي ديروا حتى طانون، غادي ديروا حتى هو بالنكهه اللي دايرين بها نتوما الديسير، مثلا فريز غديروا دانون ديال الفريز. انا دايره البنان، درت نكهه البنان باش كيجي منكه مزيان صافي. دابا غادي نطحن هاد المكونات هادي حتى كيرجع بحال شكل كريمي، ماشي كنخليوش باين، خاصو يطحن مزيان. كما شفتوا الكريمه ما طلعتهاش يعني بزاف، كتبقى خفيفه. وهذا البنان اللي طحنا كيفما كتشوفوا، تنطحنو مزيان ماشي بقاش نهائيا باين. ودابا غادي نكبو فوق هاد الكريمه هادي، وغناخد الشوكولاط غادي نحكو في هاد الحكاكه هادي. ولا بغيتو تقطعو حتى طريفات صغار يمكن لكم ديرو طريفات صغار، داكشي كيبقى اذواق. حتى هاد الشكلاط هو كيزيد في الحلاوه، داكشي علاش حاولوا شويه تنقصوا السكر سنيده، لان راه الشكلاط حتى هو كيطلق الحلاوه ديالو. الا عندكم النكهه ديال البنان يمكن لكم حتى هي ديروها، كل ما درنا النكهه ديال هذاك الحاجه اللي دايرين كيعطي طعم زوين. درنا الفريز نديرو نكهة الفريز، يعني هادشي كله كيعطي طعم زوين للكلاص. دابا انا غنحك هاد الشكلاط كله، والشكلاط انا درت ربعة، يمكن لكم ديرو غير جوج، اللي عندكم ديرو، وعلى حسب عاوتاني الذوق ديالكم. الا كنتو تبغو النكهة ديال الشكلاط كتبان بزاف في الكلاص يمكن لكم ديرو كتر. من بعد انا غنخلط هاد المكونات، انا درت غير جوج يعني، وعطاوني كميه كبيره، وبقاو عندي مازال هنا جوج لانه كيتحب كيعطي يعني كميه كبيره. وانا غنحرك مزيان، ريحه البنان كتعطي زوينه بزاف. واخا يكون عندكم البنان يعني كي كنقولوا يعني بحال بدا كيكحل، غير ديروه ماشي مشكل، عوض غتلوحو واستعملوه في الكلاص. وهنا كناخذ هاد البواطه هادي ديال البلاستيك، كتباع عند مستلزمات ديال الحلويات، ويمكن لكم ديروه غير في سوبيره اولا ديروه في كويسات بحال هكا فرديه.
يعني كيبقى اختياري انا كنديرو هنايا باش كيليق لي انني يتسد اول حاجه باش ما ياخذش الريحه ديال الثلاجه وكيجي ساهل. ومن بعد كتلوحوها يعني ما كتبقاوش يعني تستعملوها بزاف المرات لانها كتخسر كتعواج وبزاف الحوايج غيرها رخيصه. المهم دابا غادي ندير هذا الكلاص هذا في البواطه. وهنا الكلاص من بعد ما سديته سديت البواطه مزيان غادي ندخلو المجمد واحد 7 سوايع ومن الاحسن ديروه بالليل وتخليوه يبات باش كيشد راسو مزيان. والا ما عندكمش يعني هكا شي حاجه كتسد مزيان غديروا السلوفان وتزيروا مزيان باش ما كتدخلش الريحه حيت الكلاص دغيا كيشم هذيك الريحه ديال المجمد. من الاحسن نديروا احتياط ونسدوا البواطه مزيان وكيف ما قلت لكم حاولوا ديروه بالليل باش الغد ليه كيكون مزيان وشاد راسو اكثر. ومن بعد ما غادي نخرج الكلاص من المجمد غادي نوريكم الشكل ديالو النهائي ان شاء الله. وهذا الشكل النهائي ديال الكلاص. انا هنا خليته ليله كامله هو في المجمد ومن بعد من بغيت نقدمه خرجته قبل باش كيسهل عليا انا نشكله. كيف ما كتشوفوا راه ما نجمدش يعني بزاف, خليته بهذه الطريقه هذه سايح باش يعني كيسهل انني من بغاو ناكلوه كيسهل علينا وكنحسو بالمذاق ديالو كتر. اما الا كان جامد بزاف ما كنحسوش نهائيا بالمذاق ديالو بزاف. وطبيعه الحال كل واحد والذوق ديالو في الكلاص. انا الصراحه تعجبني يكون شويه هكا يعني ما مجمدش مزيان يكون شويه هكا سايح. وصدقوني راه غادي يعجبكم بزاف. عرفتي كيجي منكه منكه مزيان بهذاك البنان وكيجي لذيذ بزاف. انا متاكده غادي تبقاو تعتمدوه بزاف هاد الطريقه هذه. وما تنساوش تجربوه وتخليوا لي التعليق ديالكم في كومونتير ودعموني بلايك وابوني باش يوصلكم الجديد. وشكرا لكم على المتابعه وبالصحه والعافيه.